يلعب الشرط طرف لاعب عبد الطيف النصير مثل الزاوية داخل مربع العمليات يوسف العياطي رأسية هذه محاولة هدف تعادل المسجل موسى تيغانا يتمكن من تعديل الكفة بطريقة جميلة تسديدة قوية في مرمى الحارس منير المرابط هدف جميل ديال السنغالي موسى تيغانا فرحة موسى حقا لجماهير فريق المغرب الفازي بهدف التعادل الذي يأتي في وقت جيد وجيد يعني لبعد أقل من دقيقتين من نهاية المباراة أو الجولة الأولى من المباراة لاحظوا رأسية ارتقاء كذلك ديال يوسف العياطي كرة كتنزل أمام موسى تيغانا ما زاد ما نقص سدد بطريقة جميلة كان تمويه من المهدي بالعروسي وموسى تيغانا كيوضع الكرة في شباك الحارس منير المرابط معلن عن هدف التعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي فرحة يعني بالطريقة المعتادة للنصر السنغالي موسى تيغانا الآن أصبح موسى تيغانا يعني يسير الآن في الطريق الصحيح بعد تمكن من تسجيل هدف ثالث كان أمام فريق أولمبيك بلغراس الآن هدف آخر يكون هناك إنذار للاعب عادل السراج انذار اخر بعد انذار اللي تلقى المولى بالرباح فيما جوج انذارات في صفوف فريق المغرب الفاسي يوسف العياطي وزكريا الاسماعيلي كان تدخل ديال عادل السراج في حق اللاعب زكريا الاسماعيلي هذا الهدف اعتقد انه خلال الجوله الثانيه غادي تتابعوا جوله هذه قويه بين الفريقين هذه محاوله راسيه ديال ارسن ديالو تدخل ديال الدفاع اللي كيبعد الكره اصبح مرتد هجومي ما كاينش تسلل وسام البركه يرد على هدف موسى تيغانا وهدف ثاني لفائدة فريق النهضة البركانية الذي أبى إلا أن ينهي الجولة الأولى بتقدم يعني ما كانش هناك تسلل مشى وسام البركة كنعرفوا انطلاقات ديال وسام البركة يراوغ الحارس يزيد الخروبي ويضع الكرة في الشباك لاحظوا طريقة جميلة باش راوغ وبالتالي مرمى فارغة وهدف ثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي أو النهضة البركانية في مرمى المغرب الفاسي لاحظوا طريقة جميلة باش راوغ وسام البركة جوج ديال الدقائق كوقت بدل ضائع للجولة الأولى تابعنا ثلاثة ديال الأهداف فرحة مستحقة لوسام البركة وكذلك للاعبين ديال الفريق النهضة البركانية